في هذا المشهد البائس الذي يشبه كثيرا مشهدا من أحد مخيمات اللاجئين، يعيش المقصيون من السكن الاجتماعي بحي جرار بقسنطينة منذ أكثر من 5 أشهر. درجة الحرارة تسجل أدناها بالولاية، مواطنون لا يجدون ما يفترشون سوى الأرض، ولا يحميهم من قساوة الجو والبرودة سوى ما تشاهدونه. هاني نجي ونهزوكم، ما كاين والو، رحنا للسلطات الديوان تاع الوالي، كان يجمع تاعنا يخشوا، هاني نزيد نشوفوا مع الشرف دايره، ما كاين والو اختي. والله قادين نعاني وكتشوفي في حالتنا كيف قادين نطايشوا، ليتريسيتي لا ما لا غاز، ما كاين والو، والله ما كاين والو، ناكلوا في الربا فرواق قسما بالله اختي. مطلب هؤلاء ليس مستحيلا، لا يريدون سوى لجنة تحقيق للحي لتأكيد أحقيتهم في السكن الاجتماعي. نطلب من السلطات الولائية وعلى رأس الجهاز التنفيذي الوالي عبد السميع سعيدون وشاف دايرة جديدة هذا، يبعث لنا اختي لجنة يجي يشوف معنا اختي، وعدونا نجيو نهزوكم نجيو نهزوكم نجيو نهزوكم نشوفوا معاكم. ها قد عندها 5 شهر ديروا تحقيقات علينا الا ما لقاوناش ولاد الحي اختي، لا الزبيع تاوناش اصلا، كي نطلعوا باش عند شاف دايره ولا واحد ما يحب يقابلنا، واحد ما يحب يهضر معنا. 5 أشهر من الغموض الذي يتخبط فيه المقصيون دون اجابات شافيه، والشتاء قادم على الابواب، اجابه لم نستطع التحصل عليها من رئيس دائره قسنطينه، اين تكفل عون الامن الداخلي بمهمه منعنا من الدخول، ليبقى وضع هؤلاء على ما هو عليها. من امام مقر دائره قسنطينه، كانت معكم عبير دريوك لقناه الشروق نيوز.